بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال بالميعاد بالثانيه الساعه 8 كل يوم حد واربع. بنطلع مع بعض عشان نحط الضوء على كل الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. الحقيقه قبل ما نروح لمحتوى الحلقه، زي ما عودناكم كده بيبقى في موضوع مهم دايما بنتكلم فيه. موضوع النهارده بكل بساطه، امبارح طبعا كانت قرعه كره اليد او قرعه كاس العالم لكره اليد، تابعناها كلها على شاشات التلفزيون وشفنا قد ايه يعني التنظيم كان رائع في حضور لفيف من كبار الدوله، طبعا كبار رجال الدوله. خليني اقول لحضراتكم ان في موقف بسيط حصل امبارح. كان طبعا لاعب النادي الاهلي وجون النادي الاهلي عبد الرحمن حميد، ده جون النادي الاهلي واحسن لاعب واحسن جون في بطوله الشباب اللي فاتت، يمكن احسن جون في العالم في سنه الحقيقه، ده لاعب النادي الاهلي. وايضا لاعب نادي الزمالك حسن وليد قداح. كان في حوار تلفزيوني مع وزير الشباب والرياضه، وفي الخلفيه الاثنين اللاعبين، كان يمكن حميد مشغول شويه في الموبايل، جه حسن من وراه بيهزر معاه، خبطه خبطه على كده قفاه. فطبعا انتوا عارفين اللعيبه في المعسكرات وفي الاحتفالات بيبقى فيه هزار بينهم من بعض، واحنا كنا لعيبه وعارفين الكلام ده. طبعا الموضوع اتاخد وتصدر، وطبعا الناس بقى قالت لك الحق ده لعيب النادي الاهلي بيضرب لعيب نادي الزمالك بيضرب لعيب نادي الاهلي على قفاه، وانتوا عارفين بقى القصه. ودخلنا في حته يعني الحقيقه ما اعرفش، انا مش عارف يعني خليكم فايقين وصاحيين، لان الدنيا بتروح في اتجاه اول مره نشوفه في الرياضه. خلينا اقول لحضراتكم انه حسن نفسه نزل اعتذار على صفحته. يا حبيبي ما انتش محتاج تنزل اعتذار، صدقني احنا فاهمين كويس قوي اللعيبه بينها وبين بعض بيبقى في كده وبيهزروا مع بعض، وفي اكتر من كده كمان، اللعيبه صغيرين واحنا كنا لعيبه في منتخبات والحقيقه كان بيحصل بينا وبين بعض اكتر من كده، ما انتش محتاج تعتذر. قال ايه يعني حسن؟ قال لي على صفحته، قال انا وحميد اخوات وده كان هزار، ما يقللش من حد فينا، بلاش نضخم الامور، كلنا منتخب مصر وعايزين الكل معانا في كاس العالم. صدقوني الموضوع خد اكبر من الحجم، وما زلنا حتى الان في ناس بتاخدنا وبتتعمد تحط البنزين على النار عشان الدنيا تولع. صدقوني الرياضه عمرها ما كانت كده، عمر ما كان الاخلاق او كان التعامل في الرياضه كده، ولا كان، وده يعني وده اتجاه، دي طبعا لحضراتكم شايفين، وده اعتذار طبعا حسن وليد قداح لاعب نادي الزمالك. والله يا ابني ما انت مش محتاج تعتذر وتنزل حاجه على صفحتك، احنا فاهمين كويس قوي، ولكن للاسف عن تعمد دايما بياخدوا الرياضه في حته يعني للاسف اول مره نشوفها في حياتنا. خليني برضه اقول لحضراتكم كمان انه في المنتخبات واحنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اسرنا، يعني اللعيبه مع بعض ممكن تقعد معسكر 45 يوم واكلين شاربين نايمين مع بعض، ده ما بيحصلش حتى في بيتك. فاذا بيبقى في يعني اخوه اكتر من كده ايه. فطبعا الموضوع ان برضه ما زال هي سياسه الصوت العالي وسياسه اللي هو الاكشن زي ما بيقولوا، ان احنا ناخد الفيلم كله او الموضوع كله في اتجاه معين، اتجاه اهلي وزمالك. خليني اقول لحضراتكم كمان ان ده في الاخر بينعكس على الرياضه باثار سلبيه جدا، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نرجع الجمهور للملاعب بسبب هذا او هذه التصرفات، مش تصرفات اللاعبين، لا تصرفات الناس اللي بتحاول تحط البنزين على النار عشان يفضل التعصب موجود. واحنا الحقيقه فاهمين ده كويس، واحنا بنحارب ده وهنفضل دايما وراه لغايه ما يرجع تاني الروح اللي موجوده بين الجمهورين وترجع تاني الماتشات وترجع تاني الجماهير للملاعب. انا بس هفكركم بحاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. رئيس نادي الزمالك السابق ومؤسس مقر النادي الاهلي دلوقتي كابتن محمد حسن حلمي، المهندس محمد حسن حلمي وكيل وزاره الشباب زموره، اللي طبعا مشهور باسم زموره، كان مؤسس او مؤسس مقر نادي الزمالك الحالي. كابتن محمد حسن حلمي كان جناح شمال وشارك في اولمبياد 1936، ولما اعتزل بقى حكم دولي. ومش وعايز اقول لكم ان النادي الاهلي كان بيحب او كان بيطلب ان هو يجي يحكم له ماتشاته. مش كده بس، ده مسك اتحاد الكوره فتره من الفترات والنادي الاهلي اداله صوته وكان من اكبر الداعمين ليه. ولما كابتن، دي صوره طبعا لكابتن محمد حسن حلمي زموره وكابتن الراحل العظيم صالح سليم. انا عايز اقول لكم ان كابتن صالح سليم لما نزل انتخابات النادي الاهلي وكسب، كابتن محمد حسن حلمي كلمه وقال له انا جاي لك بكره انا ومجلسي عشان اهنيك. كان رد الراحل العظيم كابتن صالح سليم ايه؟ قال له بالنص كده، فليبقى الكابتن حلمي في مكانه وساحضر انا ومجلسي غدا لمكتبه في نادي الزمالك لتلقي التهنئه. ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوه دي؟
وزمان كانت الرياضه كده، العظماء في الرياضه كانوا كده بيتعاملوا كده، كانت الاخلاق بين ان اكبر ناديين قصه طويله واخلاق واحترام متبادل. انما هنظل في المربع ده هيبقى الخسران هي مصر. ليه؟ لان احنا عايزين نرجع الجمهور تاني، وعايزين نرجع الحياه لطبيعتها. لازم نشيل التعصب اللي ما بين الجمهورين ده. التعصب ده هيجي ازاي؟ ان يلاقوا الكبار او يلاقي الود موجود بين الناس. على فكره اللعيبه في الملعب اخوات، بره الملعب اخوات، والله ولا في اي تعصب بين اللعيبه وبعضها بره الملعب. ولكن بنظل الصوت العالي والاسلوب اللي هو جديد على الرياضه للاسف ما زال على في الصداره. واحنا دورنا ان احنا برضو زي ما قلنا برنامج الابطال لينا رساله، رسالتنا هي الاخلاق والقيم، اللي هي اصلا في الاول رساله النادي الاهلي. فيا جماعه انا بس حبيت اقول لكم مشهدين، عندنا مشهدين شفناهم، وشفنا واحنا يعني مشهد اللي حصل في كره اليد، والله انا يعني كنت مكسوف حتى اتكلم فيه، بس الحقيقه الموضوع لما يعني زاد وغطى زي ما بيقولوا كان لازم نقف ولازم نتكلم ولازم نقول للناس الحقيقه فين. يعني يمكن ده كان موضوع مهم. خلينا نرجع لحلقتنا ونرجع لاخبارنا ونرجع لضيفنا. طبعا النهارده الكابتن طارق محروس هيكون في ضيفنا في نص الحلقه الثاني، طبعا المدير الفني للنادي الاهلي لكره اليد، وطبعا المدير الفني لمنتخب الشباب اللي حصل على برزينة العالم السنه اللي فاتت. عندنا كلام كتير نقوله عن قرعه كاس العالم وتحليله ليها والمشهد. عندنا كلام نقوله على مستقبل النادي الاهلي في كره اليد، سواء السنه دي استكمال الدوري او الموسم اللي جاي وصفقات اللاعبين. خلينا زي ما وعدناكم ان دايما بكون اخبار كره اليد معانا، والكلام ده مكمل لغايه كاس العالم ان شاء الله. كابتن يحيى يوسف المدير الفني، ده خبرنا الاول من داخل جدران النادي الاهلي. كابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق سيدات كره اليد بيواصل استعداده لاستئناف الدوري. عندنا ماتش جاي يوم الثلاث ان شاء الله مع نادي الزمالك، وبالمناسبه الزمالك خسر كاس مصر من سبورتنج 29-19، نتيجه كبيره. وعلى فكره فريق الزمالك فريق كويس، يعني المباراه اللي جايه مش هتكون سهله على الاطلاق. فريق الزمالك معدل اعمارهم صغير، مباراه مهمه، احنا نيجي في المركز الثاني 29 نقطه. الماتش هيتلعب يوم الثلاث اللي جاي على صاله نادي الزمالك. كل التوفيق لكابتن يحيى يوسف، وطبعا ابطالنا او بطلاتنا بطلات كره اليد للسيدات. خلينا نروح لكره السله رجال. نادي طبعا انتوا شفنا مباراه اول امس، نادي الاتحاد فاز على النادي الاهلي بنتيجه 101-94. ده طبعا كان بعد اكسترا تايم، وشفنا النادي الاهلي كان متاخر بفريق كبير، عمل كامباك للجيم، رجع للمباراه، لعبنا اكسترا تايم وكان شوطه تخلص المباراه، وهي دي كره السله. الحقيقه النهارده نادي الاهلي بيلعب مباراته الثانيه ضد نادي الاتحاد، يمكن بعد نص ساعه من الان ستنطلق المباراه، واكيد هنقول لحضراتكم النتيجه واحنا على الهوا. بس خليني اقول لحضراتكم عادي جدا نخسر مباراه في اول يعني مشوار الادوار الاقصائيه. انتوا عارفين هنلعب خمس مباريات، اللي هيفوز في ثلاثة هو اللي هيفوز. خليني اقول لحضراتكم كمان انه مباراه النهارده اللعيبه كلها جاهزه، بعض الاصابات الخفيفه اللي عندنا، ولكن المشكله الكبيره بتواجه المدربين هو الكامباك او الريكفري للعيبه، لان المباراه بعد يوم بعد يوم. اول امبارح كانت المباراه الاولى، النهارده المباراه الثانيه. طبعا كل التمنيات وكل الدعاء لفريق كره السله في النادي الاهلي، ان شاء الله لو النهارده ربنا كرمنا وكسبنا. وشفنا في الام بي، وهنشوف دلوقتي في الاخبار العالميه، مثلا فريق زي بيستون سيلتكس كان ليد على تورونتو ب 2-0 في الادوار الاقصائيه، والنهارده تورونتو كسب مباراتين ورا بعض بقوا 2-2 ورجعوا للمربع صفر من جديد، وبداوا من الاول وجديد عشان يشوفوا مين اللي هيتاهل منهم الاثنين. عادي جدا نخسر مباراه واثنين، بس ممكن نرجع تاني ونكسب ثلاث مباريات ورا بعض، عادي جدا ما فيش اي مشكله في كره السله. خلينا نروح لكره السله سيدات، طبعا بقياده الكابتن علي هاشم. فزنا على هليوبلس في اولى اللقاءات اللي كانت بتجمعهم في الادوار الاقصائيه، بس السيدات بيلعبوا بيست اوف 3 او الافضل في ثلاث مباريات مش خمسه زي الرجال. اللي بيكسب مباريتين بيتاهل. كسبنا اول مباراه بعد اكسترا تايم برضو، والغريب انه يعني انا واحد منها، كان طبعا نتيجه 96-93. وخليني اقول لكم ان هليوبلس بيقودها ابن نادي الاهلي كابتن ايهاب الالفي، وهو يعني رجع من السفر وعمل فرقه، يعني توقف كورونا جه في مصلحه فريق هليوبلس. ولكن لما رحنا الاكسترا تايم انا واحد من الناس قلت ان شاء الله هنكسب، لان عندنا الخبرات. ده طبعا كابتن ايهاب الالفي وكابتن علي هاشم المدير الفني بتاعنا طبعا القدير. الحقيقه لما رحنا الاكسترا تايم الحقيقه انا قلت بنسبه كبيره هنكسب، لان الحمد لله نمتلك من الخبرات ما يؤهلنا لذلك. في الناحيه الثانيه سبورتنج فاز على الشمس اول ماتش. الدنيا كلها كده بالمنظر العام، يعني طبعا كل حاجه وارده في الباسكت، بس حتى الان الاهلي وسبورتنج ان شاء الله غالبا هم اللي هيتاهلوا للنهائي باذن الله.
وكل حاجه وارده، وكره السله ما فيهاش يعني لعبه النص ثانيه، ما بقتش لعبه الثانيه، وهنوريكم ازاي دلوقتي كره السله بقت لعبه في منتهى السرعه ومنتهى الجمال. نروح للكره الطائره رجال، زي ما قلنا دائما ابدا الكره الطائره بتحلق في مكان تاني خالص. طبعا الكره الطائره رجال الاهلي يهزم سبورتنج، دي كانت مباراه من احد جولات الدوري الممتاز. النادي الاهلي فاضل له 3 ماتشات، كسبنا المباراه بتاعه سبورتنج 3-0، احنا 3 ماتشات نكسب 2 الحمد لله ناخد الدوري. طيب الماتشين اللي معانا ان شاء الله، الماتش اللي جاي هو ماتش هيئه قناه السويس، هيبقى بكره على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. خليني اقول لحضراتكم انه لو فزنا المباراتين الجايين هنروح على المباراه الثالثه مع نادي الزمالك، هتبقى تحصيل حاصل، هكون لان المباراتين هيكونوا مع القناه وتلاعب جيش. فزنا المباراتين هنروح على نادي على مباراه نادي الزمالك حاسمين بطوله الدوري العام، وبس هتبقى دي المباراه مباراه التقليد او استلام درع الدوري ان شاء الله. كل التوفيق لرجال الكره الطائره. الكرة الطائرة سيدات الحقيقة كابتن حمدي الصافي كان معانا من حلقتين وقال ان هو في صفقة ان شاء الله يعني كان ما اعلنش عنها وقال، ولكن كابتن رؤوف عبد القادر اعلن عنها لما جاء وقتها. طبعا انضمام المحترفة البرازيلية ناتاليا فرنانديز، لعيبة انضمت حديثا جت مصر ووقعت عقودها عشان تنضم لفريق كرة الطائرة سيدات. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر صرح بده، والحقيقه البنت عندها سيره ذاتيه قويه جدا، وباذن الله كل اضافه قويه للفريق، لان زي ما حضراتكم عارفين ان هدف فتيات الذهب هو الفوز بكل البطولات، مش بس بطوله واحده او دوري او كاس، لا كل البطولات اللي بندخل فيها. والحقيقه فريق اعداد برنامجنا يعني جاب لكم هايلايتس كده، طبعا نجمتنا طبعا البرازيليه ناتاليا فرنانديز اللي انضمت، دي صورتها طبعا للنادي الاهلي. طبعا فريق اعدادنا عمل زي هايلايتس للعيبه، خلينا نتفرج عليه مع حضراتكم. يمكن ده كان احسن لقطاتها معروضه على الشاشه دلوقتي. تتميز طبعا بقوه الضرب، بتتميز بالسرعه، بتتميز بالفتنس، وعلى فكره هي في منتخب البرازيل يعني لعيبه من ليفل 1، وزي ما حضراتكم عارفين ان البرازيل من الدول الكبيره او ليها يعني القوى العظمى في الكره الطائره بالاخص السيدات، ودي اللاعبه ليفل 1 يعني الحقيقه من اللاعبات اللي انضمامها للنادي الاهلي ده ان دل فيدل على ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي له اسم، يعني لما بيخش في اي مفاوضات مع يعني اي لاعب بيفضل النادي الاهلي، وهي 25 سنه على فكره مش صغيره مش كبيره اقصد، ويعني يعني جرى العرف ان اللعيبه الليفل 1 دي بتروح الانديه يعني اللي في الشرق الاوسط عشان وهي مبطله، ولكن 25 سنه يعني في عزها حصلت على بطولات مع منتخب البرازيل، دي لقطات ليها طبعا هايلايتس زي ما حضراتكم شايفين. لعيبه من المستوى المتميز واحنا منتظرين منها كتير، لان ان شاء الله بعد باذن الله ما تمشي او يعني نخلص من موضوع كورونا وقصه كورونا دي على خير بعد طبعا اللقاح زي ما احنا سامعين انه بيقرب، اكيد البطولات هترجع تاني، هيبقى عندنا عرب وافريقيا ودوري وكاس، فطبعا وجودها مهم جدا. وبكده يعني نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي وهنروح للاخبار المحليه. طيب خلينا نقول زي ما شفنا امبارح القرعه، طبعا مصر اختارت تكون في المجموعه السابعه، المجموعه السابعه في مونديال طبعا 2020. طبعا خليني اقول بس حاجات سريعه كده عن المونديال او معلومات سريعه عن المونديال. المونديال ده هيبقى في شهر يناير، هيبقى بمشاركه 32 فرقه لاول مره في تاريخه. في العادي بيكون 27 فريق اللي بيشاركوا، النهارده 32 فرقه، خمسه من افريقيا، 24 كان قبل كده 24، النهارده كاس العالم اللي مصر هتنظمه 32، وهو هيكون من الفتره من 13 ل 31. المجموعه بتاعت مصر بتضم السويد والتشيك والمنتخب اللي هيصعد من تصفيات امريكا الجنوبيه. تصفيات امريكا الجنوبيه لولا كورونا كانت اتعملت وكان اتسمى اسم الفرقه هتكون مين، ولكن لسه البطوله ما اتعملتش وما تعرفش مين اللي هيتاهل، فحطوا منتخب صاعد من تصفيات امريكا الجنوبيه. البطوله طبعا هتتلعب على اربع صالات، البطوله هتتلعب على اربع صالات، ايه هي؟ صاله استاد القاهره، وصاله العاصمه الاداريه، وصاله برج العرب، وصاله 6 اكتوبر. دي المجموعات قدام حضراتكم بتتعرض. وخليني اقول لحضراتكم كمان ان امبارح حضر القرعه طبعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، وكمان حضر الدكتور اشرف صبحي، وحضر كمان طبعا المهندس هشام حطب، وحضر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي بالطبع، وحضر طبعا 17 وزير من الحكومه المصريه، وده ان دل فيدل على اهتمام الدوله المصريه بهذا الحدث الكبير. وطبعا حضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، ولفيف طبعا من كبار الدوله، وايضا كان مجموعه كبيره من الصحفيين عشان يغطوا الصحفيين المحليين والعالميين طبعا عشان يغطوا القرعه. والحقيقه القرعه تابعها دول كتير جدا اكيد،
الاثنين دوله 32 دوله المشاركه، وايضا دول ثانيه مهتمه بكره اليد. الحقيقه الافتتاح كان هايل تنظيميا، المنظر العام في سفح الاهرامات كان رائع حقيقه، افتتاح او قرعه رائعه. طبعا انا الحقيقه وانا موجود متشوق اشوف الافتتاح هيبقى شكله ايه، يعني انا متاكد ان الدوله المصريه اكيد هتنجح في تنظيم كاس عالم رائع بافتتاح وختام اكثر من رائع ان شاء الله. خلينا نروح طبعا خبر كمان مهم كان على هامش القرعه، الدكتور حسن مصطفى صرح ان توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه وجه له دعوه عشان يحضر كاس العالم، وهيجي ان شاء الله كاس العالم. الحقيقه اللي ما يعرفش توماس باخ هو رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، ده اهم شخصيه رياضيه في العالم. انا عايز اقول لكم انه هو اللي يعني عايز اقول لكم انه شخصيه يمكن هو ليه دور كبير في حط اللوائح والقوانين والامور المنظمه للحياه الاولمبيه على مستوى العالم. فطبعا الدكتور حسن مصطفى وجه له الدعوه، تشريف توماس باخ او السيد توماس باخ لمصر في هذا الحدث الحقيقه هيحط الضوء بشكل كبير جدا، مش بس لكره اليد، لا لكل الالعاب الاولمبيه، لان الحقيقه لما راجل بهذه القيمه يكون موجود في طبعا في كاس العالم اكيد الميديا العالميه هتكون متابعه هذا الحدث بشكل كبير. الحقيقه دعوه موفقه من الدكتور حسن مصطفى، واحنا كنا سعيدين جدا بقبول هذه الدعوه. خلينا اقول كان في تصريح مهم طبعا للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه امبارح، قال ان القياده السياسيه وفرت كل سبل النجاح لمونديال اليد، وقال طبعا انه القياده السياسيه على راسها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته الواضحه بتذليل كل الصعوبات وتوفير كل الدعم والنجاح لهذه البطوله. وخلينا اقول لحضراتكم كمان انه حجم الانشاءات وحجم الانفاق اللي حصل 3.2 مليار جنيه استعداد في المنشآت لهذا الحدث، ده يدل ان الدوله مهتمه جدا والقياده السياسيه تعليماتها كانت واضحه انه لازم هذا الحدث يخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر طبعا. وخليني اقول لحضراتكم ان رئيس الوزراء طبعا دكتور مصطفى مدبولي بوجوده او على راس اللجنه العليا المنظمه ذل العقبات كتير جدا كانت واقفه في طريق كاس العالم، وكان يمكن اهم عقبه طبعا كورونا، وان الدول ازاي تكون في طمانينه ومش قلقانه ابدا انها تيجي تلعب في مصر، ده كان اكبر ملف قدام السيد طبعا معالي رئيس الوزراء، والحقيقه اتحل طبعا بشكل جميل جدا، وكل الدول زي ما احنا شايفين منتظره كاس العالم. الحقيقه حاجه كانت تفرح جدا امبارح. طيب خلينا اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم اهلا بحضراتكم من جديد، نروح معاكم للاخبار العالميه، وبدايه اخبارنا العالميه هي كره السله الام بي اي الامريكي، الحقيقه اللي دلوقتي في ادواره الاقصائيه الملتهبه جدا. وكمان انا يعني في نقطتين هنعلق عليهم بسرعه. المباراه الاولانيه كانت ما بين ناجتس ولوس انجلوس كليبرز، على فكره لوس انجلوس كليبرز من الفرق المرشحه عشان تاخد البطوله، دي طبعا لقطات من المباراه. ناجتس فاز على لوس انجلوس كليبرز 110-101، كده تعادلوا 1-1 في نتائج المباريات. المباراه دي طبعا شافت تألق بول جورج وايفيكا، والاثنين حطوا، واحد حط 22 نقطه واحد حط 15 نقطه. خليني اقول لحضراتكم ان ليونارد كمان لاعب كليبرز، اللاعب طبعا من احسن لاعبي الام بي اي، حط 20 نقطه، وبالمناسبه 27 مباراه من اخر 28 مباراه هو حاطط فيها اكتر من 20 نقطه. ليونارد انا عايز اقول لكم انه ليونارد كواي بيحط او بيسطر التاريخ لنفسه. Here comes Jermichael Green. Porter slaps it away, picked up by Plumlee. Ahead to Morris, he'll float, he'll fire, and knocked away. What a rejection by Williams. Picked up by Porter, puts up and in the 15-footer. Under nine to go. Leonard finding George, corner three, good! What a shot! Now here's Murray. He'll be double. Nice pass goes down low to Jokic. Harris, three. Good! Good shot by Gary Harris. You got to be better in these situations. He's got a double-double tonight, but quiet in the second half. Look at the fearless Kawhi Leonard. It's off him. What a save by Jokic. He just made up for that turnover, didn't he? Did you see all the white jerseys around Leonard as he went for the drive here? Outside to Murray. Leonard is on him. Shot clock at six. It's a three. Murray, good! Wow, what a shot!
Here comes Murray, switch on D, hooks it off to Jokic in the corner. Harris, three, he got it again! Gary Harris, some big shots, he is a flamethrower! كده يعني واحد واحد في الماتشات. يعني زي ما بقول لكم في الباسكت بول في الأدوار الإقصائية مفيش حاجة اسمها خسرت مباراة فما أقدرش أرجع، لا تقدر ترجع حتى لو بين الفرقة التانية ماتش تكسبك وتخلص البطولة تقدر تعمل كامباك وترجع. الحقيقه الفرقتين اللي هتكلم عنهم دلوقتي حصل موقف غريب خلينا نتكلم عنه. رابتورز حامل اللقب بيلاعب بيستون سيلتكس احد الانديه ايضا المرشحه للحصول على البطوله. كانوا اول مباراتين فاز فيها بيستون سيلتكس مباراتين. البيستون سيلتكس الفريق الاخضر ورابتورز الفريق الاسود. كانت النتيجه 2-0 للسيلتكس. شايفين اللعبه دي، معلش عيدوها تاني يا جماعه، اللعبه دي كانت في اخر جيم 3. يعني لو جيم 3 كسبوا بيستون سيلتكس بقى 3-0، خلاص فاضل له ماتش ويكسب. الكوره دي انا عايز اوريكم بس حاجه، اللي بيطلع الكوره كان لوري. لوري بيطلع الكوره من فريق رابتورز، اللي واقف قصاده بيدافع عليه تاجو فول طوله، ايوه اللاعب ده لابس اخضر طوله 2.26 متر. المدرب حط اللي معاه الكوره ده دلوقتي جه تحت الحلقه، كان واقف قدام اللي بيباصي الاوت لعيب، هو اللي بيباصي الاول طوله 190 سم، اللي واقف قصاده 2.26 متر. ودي كان المدرب عامل كده عشان ما تروحش الباصه بالشكل ده، وبالعكس اللعيب خد خطوه لورا بصاها للاعب ده اللي هو انانوبي شوت 3 بوينت. لو خدت بالكم كان فاضل نص ثانيه، نص ثانيه على الشاشه، يعني شاط الكره، خد الكره شاطها، لو بصيتوا نص ثانيه، بصوا فوق نص ثانيه. يعني قصدي اقول لكم ان كره السله ما بقتش لعبه الثواني، دي بقت لعبه نص الثواني. الجيم ده كان جيم 3. بيستون سيلتكس لما خسر الجيم ده بقى 2-1. الجيم ده هبط معنويات بيستون سيلتكس جامد. رابتورز دخلت في جيم 4 اللي هنتكلم عنه دلوقتي، فازوا في جيم 4 بقوا 2-2. جيم 4 ده اتلعب امبارح، فاز طبعا زي ما قلت لكم رابتورز على سيلتكس بنتيجه 193. ده المباراه جيم 4 بقى. طبعا عايزين اقول لكم انه سيرجي ايباكا حط 18 بونت وزميله فريد فان فليت حط 17 نقطة. ده إيباكا على فكرة اللاعب ده لاعب أسباني، اللي هو إيباكا في منتخب أسبانيا. طبعا بعد طبعا ما حصل السكور ده والاثنين لعيبة حاطين يمكن 40 نقطة، إدوا الأولوية لفرقتهم، كسبوا المباراة دي وأصبحت النتيجة 2-2. الحقيقة أنا متشوق جدا نتفرج على المباراة الخامسة، هتبقى جامدة وهتبقى يعني جيم هيبقى كلوز جدا، لان اللي هياخد الجيم الخامس هيبقى قرب بشكل كبير جدا انه يطلع للادوار اللي بعد كده. Back and forth they go. Van Vliet finding Lowry, gives it up. Siakam lays it in. The touch pass of Kyle Lowry. Well, it happens all the time when you go to the basket on a fast break because you've got the advantage in numbers. The way they're staying in it is to attack the basket. Ibaka, he's hit a couple of threes, making another one for Serge Ibaka. Boy, he's having a night. Lowry, Van Vliet, open for three. Got another one. So three in a row. That's right. Three consecutive threes. On the way to the end of the third quarter. And here is Lowry. Oh, tough shot. He hits one over Grant Williams. Six-point game. Toronto in the lead. Lowry spins, leaves. Ibaka there with a two-handed jam. Toronto number two. Here's Lowry open for three. And he's got it. Kyle Lowry delivers a big one for Toronto. This series is going to be tied at two games apiece. السرعة والقوة والتصويب من الخارج هي دي كرة السلة. اللي يمتلك التلاتة خلاص يمتلك الملعب زي ما هو عايز. هنطلع من كرة السلة هنروح للتنس. طبعا بطولة أمريكا المفتوحة بتتلعب دلوقتي، عندنا بطلة عربية أنس جابر. الحقيقة اللاعبة التونسية من أحد أفضل 50 لاعبة على مستوى العالم، للأسف خسرت الدور الثالث في البطولة وخرجت في مباراتها أمام صوفيا كينن. الحقيقة يعني كون إن أنس جابر توصل للمرحلة دي أو للدور ده في بطولة أمريكا ده إنجاز عظيم طبعا للتنس العربي. Game for Seth Kennan.
game. Set match, Ken. Two sets to love. 7-6, 6-3. لسه مكملين مع حضراتكم في التنس الارضي وبطوله امريكا المفتوحه والمصنفه الاولى عالميا سابقا فيكتوريا ازارينكا طبعا كسبت المباراه قدام البولنديه ايجانا سواتيك وطلعت للدور اللي بعد كده. الحقيقه المباراه كانت يعني كانت توب جيم جدا وخلص 6-4 ده في الشوط الاول. الشوط الثاني او المجموعه الثانيه خلصت 6-2. ازارينكا كانت بطله العالم السابقه والحقيقه هي بتسعى جاهده انها تاخد البطوله دي لانها من افضل اللاعبات في العالم حاليا. زي ما حضراتكم شايفين الملعب ما فيهوش جمهور وكل لاعب ليه بس مرافق واحد داخل ارض الملعب. خلينا نروح تاني لسيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز دي 39 سنه ماشيه في الـ40 اللاعبه طبعا صاحبه البشره السمراء احد نجوم التنس الارضي تاهلت للدور اللي بعد كده فازت على سلون ستيفنز الامريكيه ايضا. الحقيقه انا بستمتع جدا وبتفرج على سيرينا ويليامز واختها طبعا الاخت على فكره اختها اصغر منها بكتير وكان بيدربهم الاختين كان بيدربهم باباهم. الحقيقه عيله كلها طبعا يعني تنس ارضي وكانت مباراه الحقيقه جميله جدا جدا جدا. البنوته اللي بتسقفلها في الاخر دي بنتها على فكره بتحضر معاها كل المباريات. وسيرينا ويليامز بقول زي ما قلت لحضراتكم 39 سنه اختها فينوس ويليامز الاثنين بطلات عالم الحقيقه يعني حاجه تفرح. طيب نطلع من التنس الارضي نروح على سبق الخيل. في سبق كبير جدا بيتنظم في كنتاكي ديربي كنتاكي اسمه ديربي كنتاكي. السبق ده بيحضره 150 ألف متفرج طبعا ما فيش حد حضر عشان كورونا بس السباق اتعمل في ميعاده. الحصان اوثنيتك طبعا فاز بالمركز الاول على المرشح الاكبر الحصان طبعا المرشح الاكبر اللي هو تيزالو. خليني اقول لكم حاجه انه المدرب بتاع هذا الحصان اسمه بوب بافريت. بوب بافريت ده انتصار السادس ليه على في حياته وبالرقم ده هو ضرب الرقم العالمي اللي كان متسجل باسم بين جونز اللي كان خمس سباقات او خمس القاب. فطبعا دلوقتي بوب بافريت بقى سته الحقيقه رقم عالمي تحقق جديد في او يعني ريكورد عالمي تحقق جديد في هذا السباق. Only Sole Volante to the backstretch, and the first half mile goes in 46.41 seconds. So the pace is honest enough here for Authentic, and he leads by a length and a half. New York traffic sits in second. Storm the Court is third. Manny Franco has the Belmont Stakes winner, Tis the Law, just 2.5 lengths behind, outside of horses in clear running room. And then it's Major Fed right alongside of Money Moves racing for the far turn. Attachment Rate is next. Mr. Big News is about 8 lengths behind right now. And Honor AP still lingering along at the back of the pack as Authentic takes them around the far turn. Tis the Law's making his move now. And here he comes right up alongside of Authentic. A long shot, Mr. Big News has made a big run up into third. And they're into the stretch. And it's Tis the Law on the outside of Authentic. These two stride for stride as they come to the final furlong. Authentic is dragging in. Tis the Law all up to get by him. Authentic and John Velasquez have the lead as they come down to the 16th ball. Tis the Law still trying to get him. Authentic, Tis the Law, here's the wire. Authentic has won the Kentucky Derby. John Velasquez does it with Authentic. Tis the Law has to settle for second. And then it was Mr. Big News. Honor AP ends up fourth. 2 minutes. الفرحة كانت كبيرة جدا لأنه ما كانش متوقع إن الحصان ده يكسب. أنا عايز أقول لكم إن السباق انتهى بطول وربع.
يعني حاجه ما فيش يعني زي ما انتم شفتوا في اخر يمكن 10 15 ثانيه الدنيا كانت قريبه جدا لبعضها. كان عندنا زمان في مصر سباقات خيل زي دي نتمنى ترجع، الحقيقه كانت ممتعه جدا وشفنا فنانين وناس طبعا عظماء كتير كانوا بيحضروا سباقات الخيل دي لان الحقيقه بتبقى فيها اثاره كبيره جدا. طيب نطلع لفاصل نستقبل خلاله طبعا لضيفنا الكابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي لكره اليد رجال، نعرف رايه عن منتخب او منتخب مصر كاس العالم اللي جاي، انطباعاته عن القرعه ايه. نطلع للفاصل ده، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بضيفي الكابتن طارق محروس مدير فني منتخب الشباب واللي حصل معاه على برونزيه العالم والمدير الفني الحالي للنادي الاهلي لكره اليد رجال. اهلا بك يا كابتن. اهلا ازيك يا استاذ حضرتك، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب ومنورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، دي منوره باهلها وبيكو، وانا سعيد ان انا موجود في بيتي، بيت النادي الاهلي، البيت الكبير. طبعا يا كابتن، ويمكن احنا حاولنا اكتر من مره طبعا حضرتك تشرفنا، ولكن كنت قافل على نفسك، قافل على الفرقه، كنت في مرحله البناء زي ما بيقولوا، فاحترمنا ده في حضرتك جدا جدا واشدنا بيه اكتر من مره. الله يخليك، الحمد لله. انت عارف حضرتك اهم حاجه في اي شغل الواحد بيشتغله هي مرحله البناء. لو مرحله البناء اتعملت صح، لو بيتك اسست صح وطلعت بالعمدان، هتقدر بعد كده تعمل كل حاجه في البيت زي ما انت عايز. فكانت الفتره الاولانيه كانت مهمه، وخصوصا ان جايين بعد فتره كورونا، وخصوصا ان انا كنت موجود بعد فتره صعبه على النادي الاهلي تقريبا سنتين ونص ثلاث سنين مفيش مكاسب، فكان محتاج ان احنا نرتب بيتنا. وطول ما انت بترتب البيت وانت هادي بدون اي شوشره خارجيه بدون اي تدخلات، دايما بتبقى القرارات اللي بتاخدها انت والجهاز المعاون بتاعك بتبقى قرارات في مصلحه النادي الاهلي السنه دي والسنين اللي بعدها باذن الله. اكيد يا كابتن، واحنا عملنا تقرير كده عن مسيره حضرتك الطويله مع كره اليد، نشوفه مع بعض كده. نشوف اعزائي المشاهدين، نشوف التقرير عملناه طبعا عن كابتن طارق محروس نجم النادي الاهلي، نشوف التقرير وارجع لحضرتك كده. طارق محروس مسيرة عامرة بالبطولات والإنجازات في ملاعب كرة اليد، أحد أبناء الأهلي المخلصين عبر تاريخه الطويل، فبدايته داخل القلعة الحمراء كانت مع انضمامه لصفوف الناشئين عام 1974 وهو في التاسعة من عمره، وتدرج حتى وصل للفريق الأول عام 1983. لعب محروس في صفوف الأهلي حتى اعتزاله عام 1992 وحصد مع الشياطين الحمر لقبين للدوري الممتاز ولقبا لكأس مصر ومثله لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وبعدها بدأ رحلته مع مهنة المتاعب وهي التدريب، فعمل داخل قطاع الناشئين منذ عام 1990 وحتى عام 1994 قبل أن يتقلد منصب المدرب العام للفريق الأول بالأهلي خلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2000، ثم رحل لتدريب فريق اتحاد الشرطة الرياضي منذ عام 2001 وحتى 2012، وخلال هذه الفترة عمل مدربا عاما لمنتخب مصر للرجال وشارك مع منتخبنا في بطولة البحر الأبيض وحصد فضية بطولة إفريقيا 2006 بتونس، وشارك في كأس العالم بألمانيا عام 2007 ودورة الألعاب الإفريقية، كما عمل مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي، وبعدها عاد من جديد للعمل داخل جدران القلعة الحمراء في الفترة من 2014 وحتى 2016، وأعقبها تجربة ناجحة للغاية مع فريق طلائع الجيش والتي رشحته لقيادة منتخب مصر للشباب في الفترة من 2018 وحتى نهاية عام 2019. وخاض طارق محروس تجربة خارج حدود الوطن، وكان ذلك في تجربتي الجزيرة الإماراتي موسم 2013-2014 وأهلي جدة السعودي 2019-2020، قبل أن يحط الرحالة من جديد بأحلام وطموحات مختلفة مع المارد الأحمر. حصد طارق محروس خلال مسيرته التدريبية على العديد من البطولات، فحقق مع الشياطين الحمر دوري أبطال إفريقيا عامي 93 و94 والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري أعوام 93
94 95 98 والبطولة العربية للأندية أبطال الكأس عامي 96 و97. أما في منصب الرجل الأول فحقق الدوري الممتاز مع الأهلي 3 مرات أعوام 96 97 و2016، وكأس مصر في 6 مناسبات 3 مع الأهلي أعوام 95 96 و97، ومثلهم مع اتحاد الشرطة أعوام 2010 2012 و2013، إضافة إلى الحصول على كأس السوبر المصري رفقة الأهلي عام 2015. أما العلامة الأبرز فهي قيادته لمنتخب شباب الفراعنة في التتويج ببطولة إفريقيا للشباب بالمغرب صيف 2018، ثم حصد برونزية بطولة العالم والتي أقيمت في يوليو من العام الماضي بإسبانيا. ويسعى محروس لبناء فريق قوي ينجح من خلاله النسر الأهلاوي في التحليق فوق سماء ملاعب كرة اليد المصرية والإفريقية. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن طارق. يمكن تاريخ طويل وما شاء الله تاريخ مشرف. الحمد لله رب العالمين. 28 سنه تدريب ويمكن 12 سنه لعب، فالحمد لله رب العالمين. يعني انا تقرير جميل، وانا سعيد بكابتن استاذ محمد ناجي انه جاب الحاجات دي، وما اعرفش جابها منين، كتر خيره. وفكرني بشخصين اعز، اهم شخصين في حياتي، استاذي جمال شمس، جمال شمس، جمال شمس، والله يرحمه احمد كمال حافظ. الاثنين دول اهم شخصين كانوا في حياتي. كان ليهم بصمه جامده مع حياتي. عليك يا كابتن، يعني في مشوارك التدريبي ولا كلاعب. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه. يعني ده اللي فيدل على اصل حضرتك وعلى معدنك الطيب اللي حضرتك لسه متذكر. لا الحمد من يرحل رب. وليهم وليهم يعني طبعاً فضل طبعاً على حضرتك. كابتن جمال صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى طارق محروس المدرب اللي الحمد لله انا شايف ان انا عملت حاجات كويسه في حياتي، اذا كان جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، في منتخب او في الانديه. كان فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان دايما ينصحني، دايما كان يعلمني، دايما كان يوجهني، والحمد لله بفضل ربنا قدرت اوصل للمكانه اللي هي فيه دي. احمد حافظ ده كان بعتبره الاخ اللي امي ما ولدتوش في كل حاجه في حياتي، وانا طالب وانا ضابط وانا مدرب وانا لعيب. الله يرحمهم الاثنين. الحمد لله كابتن ان شاء الله، وانت تكمل المسيره بتاعتهم وتخرج اجيال تحمل الرايه ان شاء الله. باذن الله، باذن الله. كابتن احنا مش هنتكلم مع حضرتك في طبعا في القرعه بتاعت امبارح، مش هنتكلم في التنظيم، التنظيم طبعا ابهر العالم كله بشكل في منتهى الجمال، ولكن طبعا وجود حضرتك معانا لازم نتكلم فنيا. يمكن عايزين نتكلم عن المجموعات، راي حضرتك في المجموعات از اول، وبعد كده هنتكلم على مجموعه منتخب مصر. اتفضل يا كابتن. هو المجموعات نيجي للمجموعه الاولى اللي فيها المانيا والمجر وروجواي والراس الخضراء. طبعا يعني احنا لاول مره هنتفرج على الراس الخضراء اللي هي جايه من افريقيا، عملت بطوله هايله وقدرت بعناصر جديده. طبعا اغلبهم لعيبه بيلعبوا محترفين في الدوري الفرنسي، يمكن في الدرجه الثانيه والدوري الدرجه الاولى، لكن فرقه كويسه، عندهم عناصر كتير كويسين. الفرقه دي انتظر منها في كاس العالم نتائج مش هقول لك مبهره، لكن هتبقى مفاجأة للناس كتير. يعني انت حضرتك يعني طب ترتيب، يعني توقعات حضرتك الترتيب هيبقى زي ما هو موجود كده، ولا ممكن الرأس الأخضر تحل مكانها؟ لا لا لا، يعني هو الترتيب هيبقى زي ما هو كده، ألمانيا المجر أوروجواي أول وثاني وثالث المجموعة. طبعا مباراة المجر ومباراة ألمانيا هتبقى مباراة قوية جدا، أكيد، لأن المدرستين أنت عارف حضرتك أقوى دوري في العالم هو الدوري الألماني، صحيح، ثم الدوري الفرنسي ثم الدوري المجري. فأعتقد أن المباراة دي هتبقى مباراة مهمة جدا جدا لتحديد مين اللي هيقدر يوصل منهم في الثمانية الأوائل في المجموعات. تمام يا كابتن، ده بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية أسبانيا تونس البرازيل بولندا. أسبانيا زي ما حضرتك عارف هي آخر بطلة أوروبا، صحيح،
لكن فرقة البرازيل وفرقة بولندا من فرق قوية. أعتقد أن تونس هتيجي في المرتبة الرابعة في البطولة في المجموعة دي. أسبانيا هتيجي أول، بولندا هتيجي تاني، برازيل هتيجي ثالث، وتونس هتيجي في المرتبه الرابعه. نقدر نسمي المجموعه دي مجموعه الموت يا كابتن؟ يعني الاربع فرق الحاليه؟ لا، مجموعه الموت اللي هي فيها فرنسا هنجلها يا كابتن. بس حضرتك ان شايف ان المجموعه دي يعني مش هي مجموعه الموت، لا في مجموعه ثانيه، لا في مجموعه اقوى يعني، وتونس ما تقدرش تعمل مفاجاه يا كابتن في يعني، خاصه انها متصنفه تصنيف ثاني. هي ممكن تبقى ماتشها مع بولندا هيحدد مين الثالث والرابع. الثالث والرابع فرقه البرازيل فرقه كويسه جدا، فرقه كلها محترفين بره البرازيل، واغلبهم بيلعبوا في الدوري الفرنسي والدوري الالماني. بس البرازيل يا كابتن مش اسم كبير في كره اليد يعني، إيه انت بتابع طبعا عندك الابديت كله. هي مش فرقه يعني ما بيعملوش كتيم، ما بيعملوش بطولات قويه، لكن هم كافراد متوزعين في اوروبا فرقه قويه. ممكن تلاقيهم في ماتشات بيعملوا ماتش هايل، وممكن الماتش اللي بعديه تلاقيهم ايه اللي جابهم يعني عندهم دي. اصل حضرتك ان ايه موجودين. ان هم عندهم الفنيات اللي تاهلهم، بس هم بقالهم فتره بيحاولوا يخشوا داخل المنظومه الكبيره، واعتقد ان هم لو اشتغلوا على نفسهم شويه بالعمل الجماعي هيقدروا يوصلوا لمكانه كبيره. فرقه بولندا طبعا فرقه كبيره، من الفرق اللي معروف عنها ان هي عناصرها في الدوري المجري، هم اغلبهم بيلعبوا في الدوري المجري قوي جدا، ولذلك نقدر نلاقيهم في بطوله اوروبا، بتلاقيهم كتير اللعيبه بتاعتهم منتشرين في اوروبا. وخصوصا ان احنا عندنا مشكله في الفتره اللي جايه، مشكله كورونا. طبعا المنتخبات هتبقى صعبه انك تجمع لعيبتها، فكله اللي هيجيب اللعيبه هيجيبها على البطوله او يجمعها قبلها بفتره وليست كبيره. ماتشات اعتقد الوديه هتبقى قليله جدا، لانك صعب انك تروح تلعب، لان لو رحت المانيا ورحت ايطاليا قصدي فرنسا الحته دي طبعا هيبقى في اجراءات اجراءات بتحصل، لكن مش هتبقى الماتشات الوديه بالسهوله اللي كانت قبل كده، فهيبقى انت وحظك بقى. ويمكن كان الدكتور حسن مصطفى ليه تصريح امبارح بعد القرعه، بيقولوا له في ايه رايك في حظوظ مصر؟ قال لهم اعتقد ان حظ مصر في البطوله هيبقى كبير، لان استعدادات الدول دي نتيجة الكورونا هتبقى استعداد ضعيفة. احنا مجمعين فرقتنا جوانا، نقدر من خلال التجميع اللي احنا بنعملها دي نوصل لأبعد مدى في البطولة، والمدى اللي بتمناه كل الشعب المصري والحصول على الميدالية بإذن الله. يا رب إن شاء الله. طب المجموعة الثالثة رأي حضرتك فيها يا كابتن؟ كرواتيا، قطر، اليابان، أنجولا. طبعا نمرة واحد كرواتيا، طبعا هتتسيد المجموعة بسهولة، هتكسب كل ماتشاتها بدون صعوبة. المشكلة هتبقى ما بين قطر واليابان في من يحصل على المركز الثاني، وخصوصا ان قطر واليابان بيلعبوا مع بعض في مجموعة واحدة في آسيا. حافظين بعض ولعبوا مع بعض كتير، لكن اعتقد في النهاية هتبقى الخبرات اللي خدتها قطر في السنين الأخيرة هي اللي هتبقى الفاصل في تحديد الماتشات دي. بس انجولا يا كابتن برضه يعني في كم اخر بطوله افريقيه شفنا انجولا بمستوى كويس، حتى في بطولات العالم، حتى في البطولات الوديه انجولا يعني تحسنت كتير في كره اليد. انجولا ساعدتنا في بطوله العالم اللي فاتت بفوزها على القطر في المباراه اللي جمعت ما بين قطر وانجولا، المكسب بتاعها ساعدنا في مجاميع داخل البطوله، واحنا كمصر الماتش ده ساعدنا، فوز انجولا على قطر ساعدنا كتير، وصلنا لمرحله ابعد في بطوله العالم. صحيح، الحمد لله. طيب دي المجموعه الثالثه يا كابتن، نخش على المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه هتبقى الدنمارك، الارجنتين، البحرين، الكونغو، ودي طبعا برضك الدنمارك هتبقى الاولى وهتكسب ماتشاتها كلها. ماتشها الصعب هيبقى مع الارجنتين، فرقه الارجنتين نفس اسلوب فرقه البرازيل، بيعتمدوا في اللعب بتاعهم على الدفاع المفتوح، بيعتمدوا على عندهم اثنين لعيبه اخوين بيلعبوا في الدوري الفرنسي اسمهم سيموني، الاثنين لعيبه دول كويسين جدا. هم الارجنتين لعيبه وديه يا كابتن، يعني مهندس هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد صرح انه اتفق على ماتشين وديين مع الارجنتين، ماتش ومع البحرين الماتش الثاني. ما هو يعني بعد القرعه اعتقد ان الماتش الارجنتين مش هيبقى مفيد لينا، لان مدرسه الارجنتين في اللعب
عكس المدرسه اللي احنا هنلعب فيها. يعني احنا هنلعب مع السويد اللي بتلعب بدفاع 6-0، تشيك بتلعب بدفاع 6-0، فالمدرستين دول عكس مدرسه اللي بتلعب الارجنتين فيها. فما اعتقدش ان المباراه هتبقى مفيده بالنسبه لنا كتير، لكن احتكاك تجربه لعيبه، تجربه طرق الدفاع وهجوم، تبقى مباراه جيده. لكن لو انت بتشتغل على فرقه بتلعب بطريقه 6-0 زي السويد، بتلعب 6-0 بحت، ما بيغيروش فيها. تشيك نفس الطريقه، بتلعب بردك بنفس الطريقه 6-0، ما اعتقدش ان ماتش الارجنتين هيبقى بالنسبه لنا مفيد فنياً. انما تجربه، كتجربه بجرب لعيبه، بغير من مركز لعيب، بشوفه لو راح المكان ده، راح لعبته في الحته دي، اعتقد هيبقى كمباراه بالنسبه لنا كويسه، بس مش مفيده فنيا. برافو. طيب المجموعه الخامسه يا كابتن؟ البحرين على فكره فرقه كويسه، البحرين بتضم عناصر لعيبه كويسين جدا، لكن على المستوى الدوري لغايه دلوقتي البصمه ما كانتش مش موجوده. هو على مستوى اسيا اللعيبه كويسين، ماديين كويس، لكن دوليا لسه ما وصلش المرحله اللي هم نتمنى طبعا من البحرين كل التوفيق، يعني ان شاء الله يقدموا في مجموعتهم اداء كويس. طب المجموعه الخامسه ان شاء الله؟ المجموعه الخامسه هتبقى مجموعه النرويج. وطبعا النرويج بقى لها 4-5 سنين في ليفل اللي هو الاول الثاني الثالث الرابع ما بتطلعش منه، وعامله انجازات اذا كانت في بطوله العالم وبطوله اوروبا. عندهم بيتميزوا بوجود لعيبه مصوبه جيد جدا، الاطوال عندهم هايله جدا، عندهم حارس مرمى بيعتبر من احسن حراس المرمى موجوده في العالم. وفي كره اليد اي فرقه عندها حارس مرمى متميز اعرف ان الفرقه دي من فرقه البطولات. صحيح. فعشان كده عندهم حارس مرمى كويس، وهو ده اللي موصلهم للمرحله اللي هم وصلوا فيها. وهم كابتن تاني النرويج وفرنسا، او دي المجموعه اللي حضرتك قلت عليها مجموعه المنتخب بالظبط. دي الفرق، دي المجموعه اللي بتكلم فيها، لان فرنسا بطله عالم قبل كده، بطله اوروبا، من احسن الفرق اللي موجوده حاليا على مستوى العالم، والدوري بتاعها دوري قوي. فرقه النمسا الناس ما تعرفش عنها كتير، لكن فرقه النمسا في الفتره الاخيره مستوى عالي، لعبتها كلها تقريبا بيلعبوا في الدوري الالماني. خلي بال حضرتك النمسا والمانيا هم يعتبروا حاجه واحده، انا رحت فيينا ورحت المانيا بالزبط. انت الاثنين بيتكلموا نفس اللغه، نفس الطباعه، نفس كل حاجه. عندهم ثلاث لعيبه بيلعبوا في احسن فرقه في العالم تقريبا، وفرقه كيل الالماني. الثلاث لعيبه دول هم اهم عناصر عندهم في المنتخب، وعشان كده يمكن تلاقيهم هم جم في المرتبه الثانيه في القرعه. صحيح. يعني الناس كتير استغربت، لا فرنسا جت تصنيف تاني، هي عملت بطولة اوروبا كويسه وجات في مرتبه كويسه في بطولة اوروبا، مستوى تاني عليت. فنتوقع ان المجموعه دي الثاني او الثالث فيها ما حدش يقدر يحدده، الاول كمان ما حدش يقدر يحدده. خلي بال حضرتك ان فرقه النرويج وفرقه فرنسا قابلوا بعض في اخر سنتين في نهائيات بطوله العالم، قابلوا بعض في الادوار النهائيه في بطوله اوروبا، يعني فرقتين حافظين بعض، وهتبقى مباراه تقيله جدا. عشان كده انا بقول المجموعه دي مجموعة الموت. طب مين اللي هيطلع منها اول وثاني هتبقى صعبه. عارف. طب يا كابتن كنا في الكواليس قبل ما نطلع على الهواء، حضرتك قلت لي انه هو كاتبين طبعا الفرقه الرابعه احد منتخبات امريكا الوسطى وجزر الكاريبي. حضرتك قلت لي لو ما حصلتش ما اتعملتش البطوله اللي هيتاهلوا منهم هيبقى الوضع بسبب كورونا. بسبب كورونا، يعني دلوقتي كاس العالم في يناير. من هنا لغايه يناير افرض بطوله امريكا الوسطى او امريكا الجنوبيه ما اتعملتش، يعني ما اتعملتش ايه؟ والله انا يعني المعلومات اللي عندي قد تكون صح او قد تكون غلط، هيتصعد فرقتين من اوروبا. تمام. يعني لو احنا بنقول ان في مثلا 12 فريق في اوروبا متاخدين من اوروبا، 17 فريق، ال 14 17 هم 17 14 17 هيبقوا 19 في اوروبا. طب ده اقرب توقع اعتقد هيحصل يعني. وبيني وبينك ده يبقى يعني شايف اقرب ما يكون للعدل شويه، لان هم بس احنا اقوى اكتر فرقه هتبقى مضروره. ليه؟ لان انت هتيجي في مجموعتك انت. هتيجي في مجموعتك هيبقى ماتش. يبقى انت بتلعب ثلاث دول من اوروبا. ما لعبتش لحد من افريقيا، مريحش. ما لعبتش بالظبط، هيبقى ضرب نار الثلاثه، هتبقى عندك مشكله في الحته دي. فاحنا نتمنى ان البطوله تقام عشان اللي يجي لنا يبقى فرقه نقدر ناخدها في الافتتاح، نريح عليها، نشتغل تشيلي مثلا عليها. تشيلي دوله نقدر يعني يبقى الماتش. لا في تشيلي فرقه جامده، مش فرقه قليله، بس فرقه يعني تقدر عليها، نقدر عليها يعني ممكن تجي لك دوله اقل بالظبط، اقل من الفرقتين اللي معاك في طيب يا كابتن المجموعه السادسه. المجموعه السادسه فرقه البرتغال. طبعا البرتغال بقى له ثلاث مواسم عامل بطوله اوروبا وبطوله العالم مستوى عالي، بدليل ان هو جه كتصنيف اول. صحيح. عنده فرقه ناشئين
98 اللي هي الشباب اللي كانوا معانا خدوا رابع العالم. منهم حاليا اربع لعيبه من تصعدوا مع الفريق الكبير. لا مصعدين سبعه. مصعدين سبعه منهم اربع لعيبه دلوقتي بيلعبوا في احسن انديه في العالم اللي هو باريس سان جيرمان، بيلعبوا في كيل، بيلعبوا في مونبلييه، بيلعبوا في الدوري المجري، ففرقه قويه البرتغال. واضح ويعني هو بقى لهم 3 4 سنين شغالين عليهم وعملوا فرقه قويه معاهم مدرب كويس محترم، عاملين اداء عالي في البطولات. ويمكن اخر ماتشات جمعتهم ما بين فرنسا اللي احنا بنقول عليها بطل العالم كان في مشاكل، كسبوا فرنسا على ارضهم فرق سبعة وخسروا من فرنسا على ارضهم فرق خمس تجوان في التصفيات. كانت فرقه كويسه، فرقه محترمه قادره انها تغير النتيجه وتغير الوضع خالص. وخلينا اقول يا كابتن، الميزه في كره اليد ان كاس العالم كل سنتين بالزبط. فالمشهد ما بيتغيرش قوي غير لما بتبقى كاس العالم كل اربع سنين، فبيبقى الفتره الزمنيه كبيره، فممكن المشهد في الفرقه يتغير. وزي ما حضرتك عارف بيبقى طبعا سنه بتبقى بطوله عالم وسنه بطوله اوروبا، فالعالم كله شايف بعضه تقريبا. وهي كمان في ميزه في البطولات عندنا، بطوله عالم كل سنتين. احنا حضرتك جرى العرف طبقا للشغل العمل اللي احنا درسناه، اي فرقه بتحاول تغير دمها بعد الاولمبياد. صحيح. احنا عندنا في كره اليد تغيير الدم بيبقى صعب، لان انت زي ما حضرتك قلت فتغيير الدم بيبقى في اضيق الحدود وبلعيبه متميزين. صحيح. لما تحب تغير دمك في كره اليد في بطولات عالم بتغير القليل والمتميز. بحساب ما تقدرش تغير زي يعني تقول العادي في الباسكت في اربع سنين كاس العالم، اربع سنين بعد الاربع عشان تروح الاولمبيات اللي بعديها تبتدي تغير دم الفرقه كلها. احنا عندنا بتبقى العمليه صعبه ودي بتاثر على الاداء، لكن عامه بتبقى بطولات قويه. واقوى بطولات بتبقى هي البطوله اللي قبل الكاس، قبل الاولمبيات. احنا صحيح. عندنا بطوله قبل الاولمبيات على طول تبقى في شهر واحد، والاولمبيات بشهر مثلا 6 أو 7. البطوله اللي قبل الاولمبيات دي بتبقى اقوى بطوله، لان البطوله دي هي الاعداد للاولمبياد بالظبط. يمكن تاجيل الاولمبياد ل 2021 يمكن ودي برضو اتاجلت مع بالزبط. ما دي اتاجلت 2020 الاثنين اتاجلوا مع بعض بالزبط. فبقى الفرق ما بينهم 5 6 شهور بالظبط. فالموضوع مهم عندنا في الحته دي، بتبقى البطولات العالم التتابع بتاعها بيبقى ما بيديش سريع. فرصه للمدربين ان هم يغيروا سريع كتير. سريع. طب يا كابتن خلينا نخش في المجموعه السبعه. هنقول بس هنا الترتيب فضل. هنا هيبقى البرتغال اول، ايسلندا ثاني، الجزائر والمغرب، هيبقى اعتقد ان الجزائر ثالث تمام والمغرب رابع. تمام. مجموعتنا بقى مجموعه مصر ولا نخليها في الاخر؟ خليها في الاخر يا كابتن. خد المجموعه الثامنه. هناخد المجموعه الثامنه، سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبيه، روسيا. المجموعه دي يعني ايه؟ طبعا سلوفينيا نمره واحد. تمام الخناقه هتبقى ما بين بيلاروسيا وكوريا وروسيا. مستوى متقارب جدا. ما تعرفش مين هيكسب. يعني ممكن يعني هي هتبقى كوريا تأدي اداء كويس، لكن كوريا حصل لها مشكله يمكن دي ما يحسش بيها الا المدربين او احنا اللي في المجال. كوريا انضمت كوريا الشماليه على كوريا الجنوبيه. حضرتك عارف طبعا الانضمام ده بقى اما بتروح بطوله لو البطوله 18 9 من هنا و9 من هنا. فعمل لكوريا الجنوبيه مشكله. فرق كوريا الجنوبيه قبل كده كانت من الفرق اللي دايما في السته الاوائل. ال 18 بتوعها من عندهم بالظبط. لما اتضموا مع بعض بقى لازم الزاما 9 من هنا و9 من هنا بالظبط. وبالتالي في الملعب كمان بتحصل مشكله، انت يعني المستوى في فرق كبير ما بين ال ومش معقول هتعتمد على التسعه بتوع كوريا الجنوبيه والشماليه مش هتعتمد عليهم. طبعا هتبقى يعني ده ضرهم جدا فدي مأثر عليها، ويمكن نتائجهم الفتره الاخيره كمان نزلت بسبب الحته دي لغايه ما يظبطوها مع بعض. يظبطوها مع بعض. طب نخش على المجموعه السبعه، مجموعتنا بقى يا رب التوفيق لمنتخب مصر. مجموعتنا باذن الله يعني انا شايف اختيار مجموعتنا جه اختيار سليم جدا، ان احنا اللي هيطلع من عندنا هيخش على المجموعه الثامنه. ف حضرتك عارف نظام المسابقه، بياخد اول وثاني. اول وثاني وثالث. بيبقوا ثلاث فرق في 8 مجموعات، 24 فريق. تمام. من هنا بيبدا كاس العالم. كاس العالم. احنا هنرد على المجموعه الثامنه. احنا هنرد على المجموعه الثامنه. طب لو خدنا اول هنلاعب ثالث. لو خدنا اول هنلاعب ثالث. هتبقى بس لما بتروح مجموعتك
بتخش على المجموعه الثانيه. لا بس ثانيه ثلاثه وثلاثه بيبقوا مجموعه واحده، يعني هناخد الثلاث فرق دول والثلاث فرق دول نعمل مجموعه ثانيه ولا بنروح نعمل كروسات؟ مجموعه ثانيه. مجموعه ثانيه تمام، يبقوا ست فرق. يبقى ست فرق بس. حلو. ما لعبكش ثاني لان انا لعبتك في مجموعات. اروح العب الثلاثه التانيين، اروح بالنقط بتاعي. النقط بتاعتي. فمطلوب من احنا مننا ان احنا نكسب السويد. بس دي فرصنا كده الحمد لله كويسه يا كابتن. بص حضرتك على الورق، على الورق. واحنا مغمضين كده احنا في دور الثمانيه. يا رب يا كابتن، يا رب. على الورق، انما في بطوله العالم حسابات تانية. وخصوصا البطوله دي خلي بال حضرتك، هنقول 60% من المدربين بتوع البطوله دي متغيرين. مالهم يا كابتن؟ متغيرين لاول مره. يعني عندك المانيا مدرب جديد لاول مره. تمام. عندك فرنسا، انا بكلمك على الدول القويه، الدول العظمى. فرنسا مدرب جديد لاول مره. السويد. السويد مدرب جديد لاول مره. تمام. سلوفينيا مدرب جديد لاول مره، اول مره يلعب كاس العالم. بتكلم في اوائل المجموعات تقريبا. يعني فرق بطوله اوروبا اللي فاتت دي كانوا بيقولوها بيتكلموا عليها ان بطوله مذبحه المدربين. في مدربين كتير اتذبحوا بيها واتغيروا. تمام. فهنلاقي تغيير المدربين بيجي معاه تغيير طريقه لعب. تمام. بس هل ظروف الكورونا اللي هو اللعيبه هتلحق تستوعب طريقه الشغل دي بظروف الكورونا؟ صعب. عشان كده تصريح الدكتور حسن مصطفى كان في ذكاء، ان هو الدول الكبيره العظمى عندهم مشكله. هو ما وضحهاش. بس قال عندهم مشكله. مشكله ايه؟ انا كمدرب جاي جديد في ظل ظروف الكورونا دي، عشان انقل شغلي وانقل فكري للعبتي محتاج وقت. تمام. انا مش هقدر الوقت ده يسعف. الوقت ضيق. فاحنا عندنا هنا ميزه في ماتش السويد، مدرب جديد بتاع الفرقه. تمام. والفرقه بتلعب في كذا دوري. صعب ان هو يجمعها، صعب ان هو يعمل ماتشات وديه، وكمان صعب انه في الوقت اللي احنا بنستعد فيه. طب كابتن خليني نروح لفاصل وارجع مع حضرتك، لان محتاجين بقى نتكلم عن اللعيبه بالتفصيل، المراكز، نقط قوتنا، نقط ضعفنا، ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نروح لفاصل سريع، فاصل اعلاني وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا وتحليلنا لكاس العالم مع الكابتن طارق محمد. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا مباراه كره السله اللي بتقام دلوقتي ما بين الاهلي والاتحاد، الشوط الاول او الربع الاول انتهى 26-17 النادي الاهلي. يا رب نكمل على كده، يا رب يعني الفرقه تفوز بالمباراه النهارده عشان نرجع تاني المربع صفر ويبقى النتيجه 1-1 ونبتدي السطر من الاول. ارجع طبعا لضيف الكابتن طارق محروس، المدير الفني لكره اليد بنادي الاهلي رجال، واحد طبعا رموز اللعبه دلوقتي. يمكن كابتن طارق اهم يعني نقطه، يعني انا شايف الاحداث اللي بتحصل دلوقتي هو حصول حضرتك على برونزية الشباب، يعني يمكن من أقل من سنة. ده حقيقة كان أكبر هدية قدمتها لمنتخب مصر الكبير بعد انضمام 7 لاعبين من هذا المنتخب للفريق الأول. اتفضل يا كابتن. هو بس لازم ندي كل ذي حق حقه طبعا. الاتحاد المصري بيشتغل على الفرقة دي، فرقة الشباب والناشئين، من ساعة ما تولى. فمنتخب مصر الأول ده لو جينا بالورق احنا الاتحاد بيشتغل عليه من 4 سنين. مش من سنه او اتنين، بيشتغل عليه من 4 سنين. بدا الشغل من خلال منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، الحمد لله قدرنا. يعني كابتن دي انا بس عايز اسمع الصوت يا جماعه بعد اذنكم، الفيديو ده مهم جدا نسمعه. اقعد يا عزيز، عارفين يعني ايه نص دقيقه فرق واحد؟ يعني نطلع باذن الله على المنصه نص دقيقه ننقل الكره لبعض. الكره ما تتسابش من ايديا، لو الكره اتقطعت ارجع. خلاص فاهمين يعني ايه؟ احنا بنلعب دلوقتي براجل واحد، قلب راجل واحد. الكره ما تطلعش، الاخ كل واحد ياخد الكره ياكد عليها. خلاص لو اتقطعت نرجع. احنا هادين خالص. لو اتزنقوا بقى اطلع استنى عليهم. خلاص يلا. كلنا على قلب راجل واحد، يعني حضرتك غرست في الولاد يعني الاساس في كل الرياضه الجماعيه. ما هو هي رياضه جماعيه فعلا على قلب راجل واحد، وده ادى انطباع. انا كنت رايح الحمد لله كاس العالم، وقلتها قبل كده كذا مره، رايح كاس العالم اكسبه. ما كنتش رايح اخد ميداليه تالت او تاني، انا كنت رايح اكسب. عشان كده يوم ما الطموح ده قل شويه خدنا تالت. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا فرحنا بالتالت، لكن فعلا الاولاد بعد المكسب التالت
فعلا باكل ان هم كانوا نفسهم يوصلوا النهائي ويكسبوا النهائي، لان ده كان الحلم اللي احنا شغالين عليه من سنتين. الحمد لله انا طبعا خدت الفرقه دي كانت خسرانه بطوله افريقيا، وكانت في مستوى الناشئين خدوا 17 على العالم. قدرنا الحمد لله نشتغل عليهم في السنتين بكل حاجه، نفسيا واداريا وفنيا، وصلناهم للمرحله دي. وصلناهم ان احنا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، انا يعني كان شغال معايا طبعا في نفس الوقت الكابتن مجدي ابو مجد، لازم ادي له حقه، بطل عالم للناشئين. كان في اربعه معايا موجودين معايا بصفه مستمره. الاربعه دول لما نزلوا تحت مع الكابتن مجدي كان مساعدهم كمان، كان مساعدهم تمام. حسن قداح واحمد هشام وحميد وياسر. يعني حضرتك قلت لي ان حسن امبارح وليد بيقول لك احنا ان شاء الله، او بيقول هناخد كاس العالم. حسن قالها بعفويه بس هو قالها لانه اتربى معايا واتربى مع الكابتن مجدي على دي. اما المذيعه سالته هتعملوا ايه؟ قال لها احنا هنكسب كاس العالم، لانه متعود الكلمه دي يقولها دايما واحنا في المعسكر. الله كبير. يعني احنا دايما بنرددها. انا عايز اقول لحضرتك ان دي اكبر يمكن اهم من الميداليه اللي حضرتك بتقوله ده، اللي انت زرعت فيهم ان يبقى عندهم طموح. بالظبط. طبعا وكابتن مجدي ابو المجد اكيد. طب بص حضرتك، احنا كنا بنشتغل كمجموعه واحده. يعني انا واقف في التمرين، مجدي جاي التمرين بعديه، مش عارف حصل، مجدي خش اعمل اشتغل، انا معاه في التمرين. كان معانا الكابتن حسين زكي، وكان معانا الكابتن انو فخراني. كنا بنشتغل اللحظه دي يا كابتن، لحظه التتويج دي كانت لحظه، يعني بص يا كابتن دي كانت مباراه مصر النرويج، التاهل. انا اسف، دي لحظه التاهل، ده دور الثمانيه. الله يا كابتن. دور الثمانيه من فرقه النرويج، من الفرق القويه جدا. عايز اقول لحضرتك ان كل المنتخبات كانت موجوده بمديرين فنيين الاوائل معاهم. الحمد لله كانت مباراه مهمه نوصل لقبل النهائي. والمهم على فكره معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، انا الفرقه الوحيده اللي في بطوله العالم خسرت ماتش واحد، ماتش فرنسا قبل النهائي. يعني انما كل مباراه اخدناها، كل فرنسا خسرت ماتشين. الفرقه اللي لعبتها في، وانا فاكر ان في الماتش ده يا كابتن جابوا لك المدير الفني الفريق الاول يقف قصادك. ده انا بقول لحضرتك الاجتماع اللي قبل المباراه بتاعتنا، والله ما بكذب، لان الانسان عمره خلاص قرى، والله ما بكذب، 15 واحد جهاز فني الفريق الاول قاعد قدامنا في المطعم بياكلوا مع الفريق، ودخلوا معاهم الاجتماع اللي قبل ماتشنا. 15 واحد فني ما شاء الله، لان انا اصلا في دور المجموعات كسبتهم 5 تجوان، فكان في صدمه. ايه اللي بيعملوه؟ تخيل بقى حضرتك. طبعا ربنا ما كانش موفق في الماتش ده، لو كنا موفقين شويه خلص كان فرق جون تقريبا، كان فرق هدف. لكن الحمد لله على اللي احنا عملناه. كابتن انتوا خليتونا بكاس العالم ده الحقيقه، فخورين جدا، وكنا متابعينه بشكل، يعني انا بقول لحضرتك بشكل لا تتخيله. احنا الحمد لله وعليتوا طموحات الناس كمان. والله كان ده هدفنا، ان احنا نعمل حاجه احنا كفرقه. والهدف الاسمى اللي كان الاتحاد بيرسم عليه ان انا اخد 7-8 لعيبه يطلعوا للفريق الاول. ودي كانت اهم نقطه يا كابتن. يمكن احنا عملنا تقرير كمان عن تاريخ مصر في المونديال، خلينا نشوفه قبل ما نتكلم عن النقطه دي. عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في كواريس كره اليد كمدربين بنقول ان المدرب الاسباني اللي موجود مع المنتخب اكتر مدرب جه مصر محظوظ. الله ينور عليك. معاه فريق في كل مركز 3 لعيبه، لو طلعت واحد مش هتحس بالفرق ما بين اللي طلع واللي نهائي. معاه مجموعه ما جاتش في مصر تقريبا، ده مش انا اللي بقول كده كمان، ده كل الناس موجوده. صح. ان اللي موجود من اللعيبه القدام الخبرات مع اللعيبه اللي دخلت عليهم عملوا فريق قوي، وبان في بطوله افريقيا اللي في تونس. انت في بطوله افريقيا انت كسبان، انت كسبان ومستريح ومفيش قلق طول الماتش 5-6. انت لو كنت عايز تخلص الماتش 10 تجوان 12 جون كنت تعمل بسهوله. والله يا كابتن كلامك ده بيسعدنا جدا جدا، وبنحس ان مستقبل كره اليد ان شاء الله يعني اكيد في للافضل. واحنا عملنا تقرير كمان عن تاريخ مصر في المونديال. انت عارف كره اليد زي ما قلنا المونديالز كتيره جدا مش زي كره القدم. اعزائي المشاهدين شوفوا التقرير ده عن تاريخ مصر طبعا في المونديال، وارجع لحضراتكم تاني. مصر في مونديال اليد تاريخ طويل من المشاركات الناجحة، يخوض المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا باراندو تحديا صعبا وقويا
خلال بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير المقبل. شارك الفراعنة في البطولة من قبل في 15 مناسبة وحققوا خلال تلك البطولات العديد من الإنجازات، وفي بعض الأحيان ظهرت بعض الانكسارات، ولكن تبقى كرة اليد المصرية العلامة المضيئة في اللعبات الجماعية. ونستعرض مع مشاهدينا تاريخ مصر خلال تلك البطولات والتي كان مستهلها في بطولة العالم في تشيكوسلوفاكيا عام 1964، وحقق منتخبنا الوطني المركز 14 قبل أن يغيب الفراعنة 29 عاما قبل العودة في مونديال السويد عام 1993 ويحققون المركز 12، ومن حينها لم يغب منتخبنا عن بطولات العالم حتى الآن. وشهدت بطولة العالم بأيسلندا عام 1995 أولى طفرات منتخبنا الوطني بتحقيق المركز السادس، وهو ما حافظ عليه منتخبنا في البطولة التي تليها والتي احتضنتها اليابان عام 1997. ثم استضافت مصر بطولة العالم عام 1999 وكانت أول دولة غير أوروبية تستضيف مونديال اليد، وحقق منتخبنا حينها المركز السابع. ثم كان الإنجاز الأهم بتحقيق منتخبنا المركز الرابع في مونديال فرنسا عام 2001، وأعقبها تراجع كبير في النتائج بعد اعتزال جيل كبير حقق العديد من البطولات ورسم البسمة على وجوه المصريين، ليتراجع منتخبنا للمركز 15 في نسخة البرتغال عام 2003 قبل أن يحصل على المركز 14 في بطولة العالم بتونس 2005، ثم سجل منتخبنا الوطني المشاركة الأسوأ له في تاريخه بتحقيقه المركز 17 في بطولة العالم بألمانيا 2007، وحقق منتخبنا المركز 14 في مونديال كرواتيا 2009، وهو ما حافظ عليه في نسخة السويد 2011 قبل أن نتراجع مركزين لنحقق المركز 16 في مونديال إسبانيا 2013. وحقق المنتخب الوطني المركز 14 في مونديال قطر عام 2015، ثم المركز 13 في نسخة فرنسا عام 2017، قبل أن يدخل الفراعنة الثمانية الكبار في النسخة الماضية بمونديال ألمانيا والدنمارك 2019. ويسعى الفراعنة خلال النسخة المقبلة للدخول في المربع الذهبي لمعادلة إنجاز 2001 أو المنافسة بقوة على الكأس الذهبية. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن طارق، يمكن حضرتك قلت لي قبل الفاصل أنه 7 لعيبة من الفريق حضرتك انضم الفريق الأول، ويمكن حضرتك قلت الكلام ده وتسجل سنة 2019 وانت في البطولة، كنت متوقع ده. دي تدل على رؤية ان حضرتك كنت شايف ان ده او اللي احنا فيه ده اكبر دعم للفريق الاول. خلينا نشوفه، يمكن احنا مجهزين المقولة دي، يمكن لو جاهزة يا جماعة ياريت تشغلوها لنا. قدامنا ده على الاقل منهم 7-8 يكونوا موجودين في كاس العالم 2021 في البطوله. لما تكون البطوله في مصر نقدر باذن الله نوصل بيها لابعد مدى. اهلا بحضراتكم. يمكن كابتن من سنه يمكن ما كانش احنا مرتبين القعده دي ولا مرتبين، حضرتك بيدل على وجهه نظر، بيدل على رؤيه ان حضرتك بتشتغل في منظومه كامله مش بتشتغل لنفسك او مجد شخصي لنفسك. هو الحمد لله بفضل ربنا طبعا انا بعتبر نفسي محظوظ ان انا جيت في التوقيت ده في منتخب مصر،
لان فعلا منظومه بقياده الاستاذ هشام نصر وكابتن مؤمن وكابتن خالد عوضي قبل ما يستقال وبقيت اعضاء مجلس اداره الاستاذ عمرو وبقيه المجموعه والاستاذ خشبه والاستاذ منى امين وكابتن عبد عبواب فعلا ناس بتشتغل بسيستم بتشتغل بطريقه منهجيه مفيش عشوائيه في الشغل. احنا عارفين حضرتك اللي قلتها دي انا قبليها كمان بسنه بقى كان كابتن خالد العوضي جايبني في برنامج في النادي الاهلي بيكرمنا بعد بطوله افريقيا وقال لي هتعمله في ايه كاس العالم قلت له هاخد ميداليه واعتقد ان هي موجوده عندك ليه لان احنا الحمد لله بنحط برنامج ونتكل على ربنا وبنشتغل وحصل يا كابتن واحنا كنا متابعين وعرفنا طبعا الكلام ويعني ده انا يعني الحمد لله سعيد طبعا بالميداليه مع منتخب الشباب واتمنى ان ربنا يوفقني السنه دي مع النادي الاهلي واكسب كل البطولات باذن الله. بطوله الشباب بالنسبه لي ميداليه مهمه جدا في مطار حياتي كلها لان انا وانا قاعد مع نفسي كده فكرت اهم حاجه عند اي مدرب ايه انه يجيب ميداليه إن يجيب ميداليه. حضرتك كنت في الفاصل يا كابتن بتقول لي معلومه مهمه جدا انا مش هقولها انا عايز حضرتك تقولها للمشاهدين. هي معلومه ان مصر كل تاريخ مصر كلها تقريبا على ما اتذكر تاريخ مصر الرياضي كله في الالعاب الجماعيه ما حصلش فيه الا 5 ميداليات بس اتحققوا في الالعاب الجماعيه كلهم عالميا. ميداليه يعني اول ثاني ثالث طبعا الله يرحمه كابتن جمال ميداليه ذهب 99 ميداليه يا كابتن 99 دكتور سيد سليمان برونز مع منتخب الشباب في البحرين تقريبا على ما اعتقد البحرين تقريبا الحمد لله العبد لله برونز مع منتخب الشباب مجد ابو المجد كابتن مجد ابو المجد كسر بطوله العالم للناشئين كابتن شوقي غريب دول كرة 5 ميداليات اللي دخلوا مصر في تاريخ الرياضه الجماعيه اعتقد ذلك 4 منهم يد 4 يد وواحده كره قدم يعني انا من من الخمسه اللي قدروا يجيبوا ميداليه لمصر يعني ده حاجه انا سعيد جدا يعني ده حاجه حصلت طبعا يعني حضرتك في مدربين كتير بيكسبوا بطولات افريقيا انديه ابطال مش عارف ايه ابطال منتخبات لكن التاريخ بيقول ايه في العالم على مستوى العالم على الميداليات العالميه هم 5 والخمسه الحمد لله فضل ربنا مصريين الحمد لله 4 منهم كره يد مدربين كلهم مصريين 4 منهم مدربين كره يد وواحد كره قدم هو كابتن شوقي غريب بايادي مصريه ميداليات بايادي مصريه بالزبط. وده يدل يا كابتن ان يعني عندنا كوادر وعندنا مدربين وعندنا لعيبه يعني موجد او يعني عقده الخواجه المفروض يعني خلاص اما تاخد الامكانيات والاتحاد يديك حقك بصراحه انا لازم اشكر الاتحاد المصري في فتره طبعاً. وجودي في المنتخبات فعلا وفر لك كل الامكانيات اللي تقدر تعمل بها انجاز والحمد لله قدرت انا والكابتن مجدي نعمل ده واتمنى ان يحصل تواصل واستمراريه في الحته دي لان كل ما كانت الرياضه في مستوى بعيد كل ما كان الشعب المصري او كل ما يمارس رياضه في حته تانية خالص طبعاً. بعيد عن العالم طبعا يا كابتن. طب احنا مجهزين تاريخ او جدول تاريخ مصر في بطولات العالم لكره اليد يمكن احنا شاركنا 15 مره يا كابتن دي احصائيه احنا عملناها طبعا في برنامج الابطال 15 مره يمكن ترتيبنا يمكن انا طبعا اسيب حضرتك هتعلق على الجدول وتعلق على احسن ترتيب واقوى بطولات كانت من 15 بطوله سنه 64 كانت في تشيك مركز ال 14 93 كانت السويد مركز 12 وعلى فكره بدايه العصر الذهبي لكره اليد المصريه من سنه 93 كان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد كان رئيس الدكتور حسن مصطفى كان رئيس الاتحاد وبعد فوز منتخب مصر للشباب ببطوله العالم للشباب في مصر مع الكابتن جمال الله يرحمه بدايه الطفره دي مع وجود باول تيدمان في مصر الطفره بدات من 93 ولذلك تلاقي ان 93 95 ايسلندا السادس 97 اليابان السادس 99 مصر السابع 2002 فرنسا الرابع 2001 او 2001 2000 بعد كده بدانا نرجع من سنه 2003 مع اعتزال الجيل ده بقى بتهيألي يا كابتن بالزبط. الجيل بقى اللي حقق الانجازات دي بدا يعتزل فحصل يعني دروب شديد الجيل ده لازم ياخد حقه من الاعلام لان طبعا انا مش عايز اذكره لان الجيل كله
نجوم. صحيح يا كابتن. وكتير. ومش عايز انسى حد لان فعلا لو نسيت حد هيبقى ظلمته، بس بصراحه جيل فعلا هو اللي حط البذره اللي وصلنا بيها للمكان اللي وصلت بيها كره اليد صحيح المصريه حاليا. وطبعا هم كتير قوي يعني، هم على دماغي كتير، بس انا مش عايز اقولهم لاني هنسى حد ويزعل، لان كل واحد كان ليه بصمه. مش محتاج حضرتك تقولهم يا كابتن، محفورين في اذهاننا. بالظبط. يمكن دخلنا بعد كده على 2003 حصل دروب جديد، حصل دروب. تونس بردك نفس الكلام. المانيا 2007، وعلى فكره في المانيا 2007 انا كنت مساعد مع زوران فيها، وكنا رايحين على فكره نلعب على المركز الرابع، لكن ظروف ما ساعدتناش، وكان سبب مشكله اللي عندنا في ان احنا لعبنا على 17 الفرقه اللي معانا في المجموعه، فرقه تشيك. تشيك طيب، فهي كسبتنا فبعدتنا عن المنافسه. تمام. كرواتيا كرواتيا دخلنا بقى 2009 14 11 14 13 16 قطر 14 17 2017 فرنسا 13. بدأنا بقى من 2019 هنطلع تاني ان شاء الله، وباذن الله البطوله اللي جايه دي نبقى لنا حظ. كابتن يعني يمكن الوقت مر سريعا، في ثواني معدوده كده، يعني امالك وطموحاتك لفريق كره اليد في المنتخب، منتخب كاس العالم. انا طبعا امالي وطموحاتي قلتها قبل كده، اتمنى ان الاولاد اللي احنا تعبنا فيهم انا وكل الجهاز اللي كان معايا وكل الناس اللي شغالين في الاتحاد، نتمنى ان احنا نشوفهم موجودين في الملعب. الامنيه الثانيه اتمنى ان باذن الله ان انا اشوفهم يرفعوا ميداليه لمصر مره ثانيه، ان العلم بلدك يبقى من ضمن الثلاث اعلام، دي حاجه كبيره جدا جدا جدا. فاتمنى ان هم يكونوا من الثلاثه الاوائل باذن الله. واحنا يعني العالم تمام، واحنا بنتمنى مع حضرتك هذا التمني، لان الجيل اللي موجود دلوقتي يستحق ان يكون يقف على المنصه باذن الله. كابتن طارق محروس طبعا النجم الكبير والقائد الكبير وابن النادي الاهلي، بشكرك على وجودك معايا. انا اللي متشكر جدا على اللقاء الجميل ده، وبوعد حضرتك وبوعد كل مشاهدين قناه النادي الاهلي وكل محبين النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، ان احنا كجهاز فني هنبذل كل مجهودنا السنه دي لان احنا نرجع البسمه لكل جماهير النادي الاهلي في البطولات الجايه. الحمد لله بشكر مجلس الاداره، الناس بصراحه المجلس كله بخلال الكابتن محمود الخطيب ما قصرش معانا في اي حاجه لغايه دلوقتي. تقريبا 80% من طلباتنا اتحققت، فاضل طلبين بساط نعملهم، يبقى كل الصفقتين اللي جايين باذن الله وربنا يقدرنا ان نعملهم. وفي الوقت ده احنا بنعمل فرقه جديده الحمد لله، واعتقد ان اللي جاي والمستقبل للنادي الاهلي في البطولات القادمه باذن الله. ان شاء الله كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، كان لقاء الحقيقه استمتعت بيه على المستوى الشخصي، واتمنى انه ينال اعجاب حضراتكم. إن شاء الله نتقابل في حلقة يوم الأربعاء القادم، وانتظروا معانا بطل جديد وقصة جديدة إن شاء الله في الألعاب الأخرى. فإلى لقاء آخر.